هذا الانفجار الكبير ما هو إلا الديناميت المستعمل في فتح النفق الخاص بالسكة الحديدية بالجلفة، ففي هذا اليوم تم توصيل نفقين بعد سنوات من العمل من طرف شركة كوسيدار. اليوم أعطينا تلاقوا خطين، يعني نفقين، نفق فيه 400 متر ونفق في 200 متر، ونقطة التلاقي كان لابد من متفجرات. 140 كيلومتر هو مشروع السكة الحديدية الذي سيربط شمال الجزائر بجنوبها، فالمشروع قاربت به الأشغال 50%. هذا النفق اللي يدخل ضمن مشروع خط السكة الحديدية المكهرب الجلفة بوكزول على طول 140 كيلومتر، سرعة القطار 220 كيلومتر في الساعة، نسبة الأشغال راهي متقدمة جدا حوالي 45%. هذا النفق أنجز من طرف شركة كوسيدار أشغال عمومية. تكلفة المشروع الكلي، التكلفة تاعو هي 70 مليار دينار جزائري، تكلفة المشروع الكلي، ولكن الأنفاق بكلها كما راهي 10 مليار دينار جزائري. مشروع السكة الحديدية سيساهم بشكل كبير في جلب المستثمرين لولاية الجلفة نظرا لأهمية هذا المشروع في حياة السكان. طلبوا الاستثمار الجزائر الوطنيين جزائريين، وكذلك مع بارتناريا افيك مع شركه مع في لندن، مع الصين، مع الصين، بيلاروس وغيرها من الشركات الفرنسيه وغيرها. ثلاث سنوات فقط تفصلنا على الانتهاء من اضخم مشروع استفادت منه الجلفه، فالسكان ينتظرون المشروع بفارغ الصبر على أمل التسريع في وتيرة الإنجاز.